متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا، عظم الله اجركم وانا لله وانا اليه راجعون. معاكم انا محمد صحفي، معاكم انا صحفي محمد شلتوت. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا من مسجد فاطمة الشربطلي، ويعني لحظة وصول جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة. يعني وصل جثمان منذ دقائق هنا يعني إلى مسجد حسن الشربطلي لأداء صلاة الجنازة عليه، عظم الله أجركم متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا وإن الله وإنا إليه راجعون. يعني زي ما حضراتكم شايفين ما زال التوافد يعني إلى مسجد فاطمة الشربطلي، ويعني طبعا صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله والدة الإعلامية مفيدة شيحة، ربنا يرحمها رب ويسكنها فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني أبرز الحاضرين حتى الآن هي الإعلامية سهير جودة، الإعلامية سهير جودة هي أبرز الحاضرين هنا يعني إلى صلاة الجنازة في منطقة التجمع الخامس وبالتحديد مسجد فاطمة الشربطلي. يعني ندعو لها بالرحمة والمغفرة، والدة الإعلامية مفيدة شيحة، ربنا يرحمها رب ويسكنها فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها رب ويسكنها فسيح جناته. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله لحظة بلحظة وتغطية مباشرة وحية لجنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، ويعني سنكون مع حضراتكم بإذن الله لحظة خروج الجثمان من مسجد فاطمة الشربطلي. يعني حتى الآن يعني لم يحضر أو أبرز الحاضرين من الوسط الإعلامي أو الوسط الفني هي الإعلامية سهير جودة، حاضرة هنا إلى مسجد فاطمة الشربطلي في منطقة التجمع الخامس ليعني أداء صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله والدة الإعلامية مفيدة شيحة، عظم الله أجركم متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا وإن لله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها رب ويسكنها فسيح جناته، ندعو لها بالرحمة والمغفرة. يعني زي ما حضراتكم شايفين ما زال التوافد يعني هنا على مسجد فاطمة حسن الشربطلي في منطقة التجمع، ويعني طبعا في انتظار وصول المزيد والمزيد من يعني نجوم الوسط الفني ونجوم الإعلام، ولكن لم يحضر حتى اللحظة إلا الإعلامية سهير جودة، ويعني حضرت طبعا كانت أوائل الحاضرين الإعلامية مفيدة شيحة، يعني كانت حاضرة بجوار جثمان والدتها يعني إلى مسجد فاطمة الشربطلي، إن الله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا وإن الله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها رب ويسكنها فسيح جناته، والدة الإعلامية مفيدة شيحة. يعني زي ما حضراتكم شايفين ما زلنا مستمرين معاكم وتغطية مباشرة وحية من مسجد فاطمة حسن الشربطلي، ويعني طبعا في انتظار خروج الجثمان، يعني في انتظار خروج الجثمان. الجثمان وصل منذ قليل، يعني منذ حوالي يعني 10 دقائق وصل الجثمان هنا الى مسجد فاطمة الشربطلي، ويعني نحن مع حضراتكم في انتظار خروج الجثمان، عظم الله اجركم متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا وإن الله وإنا إليه راجعون. يعني زي ما حضراتكم شايفين الصورة هنا يعني من مسجد فاطمة الشربطلي، ويعني اختفاء وغياب تام لنجوم الوسط الفني ونجوم الإعلام، يعني غياب تام من نجوم الوسط الفني والإعلامي هنا من مسجد
سوار جودة دي؟ سوار جودة بيقول لك جوه من بلد. مال مين دي سوار؟ مين دي يعني؟ مين اللي دخلت؟ طبعاً كرام متابع بجير ميديا، يعني دي كانت تخطيطنا من مسجد فاطمة الشربطلي، ويعني لحظة وصول جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة. كنا مع حضراتكم تغطية مباشرة وحياة من مسجد فاطمة الشربطلي، وسنكون مع حضراتكم يعني لحظة خروج الجثمان إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع والمتابعة. كان معكم أنا صحفي محمد شلتوت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي فلوس.